احكي لنا عن المفاضلي في جامعة إدلب. تم افتتاح المفاضلي في جامعة إدلب وتم توزيع 6 مراكز على مختلف المساحة الجغرافية للمحافظة، مركز المديني، مركز معرّة النعمان، ومركز دركوش، ومركز البارة، ومركز سرمدة، ومركز في معارة النعسان، لكي يقوم الطالب بالتسجيل في المنطقة التي يريد التي تكون قريبة من مدينته أو بلدته. يقوم الطالب بالتسجيل وبأسلوب سلس، يقوم عند منظم الدور أولا، يقوم بمهمته منظم الدور التعريف بالمفاضلي وكيفية آلية العمل بها، ويساعد الطلاب في التسجيل في المفاضلي، ثم ينتقل إلى المدققين ويكون مع الطالب نسختين، نسخة تبقى مع رئيس المركز بعد أن يقوم بختمها، ونسخة تبقى مع الطالب في حال وجود غلط أو أي خطأ، تكون نسخة الطالب موجودة معه ويطالب بحقه المشروع. ونلاحظ أن الإقبال بشكل مكثف على المفاضلة، وأن الطلاب رغبتهم استكمال تعليمهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا. ونلاحظ وننوه بأن بعد الهدنة التي حدثت في مدينة إدلب، إقبال شديد من قبل الطلاب على التسجيل في المفاضلة، ونتائج المفاضلة ستعرض قريبا وفاق العدد التوقعات، وهذا عامل جيد لنجاح الجامعة في مدينة إدلب. لو تحدثنا عن المفاضلة بشكل هيك مفصل، الكليات الموجودة بالنسبة إلى الكليات السابقة موجودة كاملة، إضافة إلى قسم التاريخ بكلية الآداب، قسم الكيمياء بكلية العلوم، قسم الأدب الفرنسي أيضا بكلية الآداب، كما أحدثنا كلية الصيدلي وكلية الهندسة المدني وكلية الهندسة الميكانيكي، بالإضافة إلى كلية الطب البيطري وكلية الشريعة. أما بالنسبة للتسجيل على المفاضل، فنحن أتحنا المجال للطلاب بتسجيل مباشر، يقومون بتسجيل رغباتهم، ولم نحدد مجموع، وحسب إحصائية مجموع، وبالنسبة على سبيل المثال نحن حاجتنا وليكن لكلية الصيدلي وليكن 500 طالب، إن كان الطالب مجموعه من ضمن أول 500 كان، وإن لم يكن فينتقل إلى الرغبة التي تليها، وبالتالي هنا نتيح المجال للطالب بعدم وضع حد أدنى للمجموع كي نستوعب أكبر عدد من الطلاب. لو تحدثنا عن الشهادات المقبولة للتفاضل، ما هي الشهادات المقبولة في جامعة إدلب؟ نحن في جامعة إدلب هدفنا الأول استكمال الطلاب تعليمهم، الشهادات المقبولة أي شهادة نقبل بها، سواء كانت فحص معياري ليبي أو شهادة تركية من الفحص المعيار التركي، أو شهادة ائتلاف، أو شهادة النظام من العام 2011 ل 2015. وهنا أتحنا مجال وفرصة واسعة للطلاب لاستكمال تعليمهم، فمنهم من ترك من بداية الثورة السورية، ومنهم لم يستطع من استكمال تعليمه في السنوات التي تليها، وبالتالي فتحنا المجال للتسجيل على المفاضلة بدءا من 2011 وحتى 2015. ما هو مدى الاعتراف بهذه الجامعة؟
أخي الكريم، الاعتراف يسعون به إدارة الجامعة، ونحن نشكرهم على هذا العمل الجيد. ولم يكن أحد يتوقع افتتاح الجامعة في مدينة إدلب. هذا التأسيس للجامعة يحتاج إلى سنين، تم إنجازه في فترة وجيزة، وهم يسعون إلى الاعتراف الدولي ويختارون أفضل المعايير للاعتراف الدولي بالجامعات، والخيارات مطروحة وهم أمام الاعتراف، والاعتراف قادم بإذن الله، وهذا وعد من إدارة الجامعة لطلابها في جامعة إدلب. ما هي الخيارات؟ أنت تقول هنا خيارات مطروحة، مثلا هم لا هم يتوقعون يريدون أن يأخذوا المعايير الأعلى للاعترافات العالمي في الجامعات، ويأخذون الاعتراف الأعلى والأهم والذي يؤمن مستقبل الطلاب ومستقبل جامعة إدلب. لذلك يسعون إلى تحقيق الاعترافات التي تمثل الجامعات المثلى في العالم. شباب اعملوا دور، شو رايكم؟ شان مشاكل يعني شو ليش تعملوا بيصير نحكي على ما تعرف راح صار محل الجامعة. طيب في ما درى على علمي الادبي هذا الشارع ما بيحضر بيظن الجامعة تحكي لنا عن المفاضلة وكيفية التسجيل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للمفاضلة، نحن في عنا 6 أشخاص مكلفين بالمفاضلة. في عنا أول شيء لجنة استقبال، إذا الطالب عنده أي استفسار أو سؤال فبيطرح على الأستاذ المسؤول. بعدين في عنا مدقق واحد ومدقق 2، وفي عنا رئيس المركز متواجد معنا، وفي عنا دكاترة مختصين موجودين للإشراف علينا. أما بالنسبة للتسجيل فقد بدأ التسجيل منذ حوالي أسبوعين، ولكن نتيجة الإقبال الشديد الذي حصل اضطررنا إلى تمديد التسجيل لمدة أسبوع للذكور والإناث. عدد المسجلين حتى الآن يقارب حوالي 2000 واحد في هذا المركز فقط، ولدينا 6 مراكز في هذا المركز في مدينة إدلب، تجاوز العدد 2000 شخص بين الذكور والإناث. بالنسبة للأوراق المطلوبة فهي صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا وصورة عن الهوية، ونرفق ذلك باستمارتين من عندنا، ويسجل الطالب بناء على مجموعه وبناء على الرغبات الموجودة. بالنسبة لوضع الجامعة كهياكل وكمقاعد بالنسبة للجامعة، نبدأ بالكادر. لقد تجاوز عدد الدكاترة الموجودين عندنا 70 دكتور، وهذا الكادر لم يكن موجود في جامعة إدلب أو حتى في جامعة حلب، فبفضل من الله وعزته تم انشقاق أكثر من 70 دكتور من كافة الجامعات في سوريا وانضموا إلينا، وحتى الدكاترة الذين تعرضوا للملاحقة واضطروا إلى الذهاب إلى خارج سوريا قد تم التواصل معهم بأشخاص مكلفين بذلك وجاءوا معنا للعمل معنا. أما بالنسبة للجامعات فقد تم تأهيلها بشكل كامل، وتم إصلاح الأضرار التي تعرضت نتيجة القصف العشوائي، وتم إحداث عدة فروع لم تكن موجودة لدينا، مثل الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والصيدلة والكيمياء والفيزياء والتاريخ.